محى الله به الكفر، فحارب الشركيات صلى الله عليه وسلم، حارب دعاء غير الله، وحارب ادعاء أن غير الله يعلم الغيب، وحارب التمائم والحجبات، وحارب كل مظاهر الشرك صلى الله عليه وسلم، وكسر الأصنام، ونشر الله به التوحيد. قال أنس في البخاري: كنا نرى أن له قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم، من رآه كأنما يرى النور في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أجمل الناس وأعظمهم هيبة. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ويصوم حتى يقول الناس إنه لا يفطر، وكان يكثر من ذكر الله ويكثر من الاستغفار، حتى أنه يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أو 70 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعبد لله بكل أنواع العبادة، وكان يحسن إلى الناس، وما من باب للخير من أبواب الخير إلا وله النصيب الأوفر صلى الله عليه وسلم. والذي نفس أبي هريرة بيده: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. قال عن أنس: قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف. والله يا جماعة ده خلق لا يكاد يعني إنسان يعبر. من رآه أحبه صلى الله عليه وسلم وفرح بلقياه. نسأل الله يجمعنا به في دار الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.